الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله، صلى اللهم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا وقرة عيوننا وبهجة أرواحنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، هيا بنا مع سحر الكلمات، مع شهد الكلمات، نتعلم من أقوال العلماء والحكماء والفصحاء والصلحاء، نتعلم ما ينفعنا في دنيانا وما ينفعنا في أخرانا. قال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى: إن مما يدل على حرية الرجل حنينه إلى أوطانه، إن مما يدل على حرية الرجل وعلى كرامته حنينه إلى أوطانه وشوقه إلى متقدم إخوانه. ده كلام واحد بيتغنى في الوطن، بيتغنى في حب الوطن، وبيقول إن الإنسان الحر إنما يتمسك بهذه الفطرة لأنها فطرة الأسوياء يحبون أوطانهم. فقال: إن من حرية الرجل حنينه إلى أوطانه، أو مما يدل على حريته حنينه إلى أوطانه. طب الإنسان اللي ما عندوش كرامة وما عندوش حرية، ده يبقى ما عندوش، ملوش علاقة بالوطن، يبقى بيتهم الوطن، بيخون الوطن، لا يقيم وزنا للوطن، الوطن بالنسبة له مجرد حفنة من التراب. هذا إنسان فقد فطرة الأسوياء. طيب، ما تيجوا بقى نتعلم حب الأوطان من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إزاي كانوا بيحبوا وطنهم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ذلك. لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة لم يتعودوا على أجواء وبيئة المدينة، فوعك أكثرهم، يعني كثير منهم مرض لتغيير الجو أو شوقا إلى مكة التي عاشوا فيها وتربوا فيها ونشأوا فيها. فدخل سيدنا صلى الله عليه وسلم يزور بعضهم، فدخل على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ووجده مريضا، فقال له: كيف تجدك يا أبا بكر، انت عامل ايه دلوقت؟ فقال: يا رسول الله، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. يعني كل واحد قعد وسط أهله وناسه، احنا بعيدنا عن الأهل وبعيدنا عن الناس. فخرج من عنده ودخل على سيدنا بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه، وقال له: كيف تجدك يا بلال؟ زار سيدنا بلال وكان برضو مريض بحب الوطن، مع أن سيدنا بلال يعني كان عبدا رقيقا في مكة، ومع كونه كان يعيش في مكة عبدا رقيقا إلا أنها كانت وطنا له، وكان يعشقها وكان يحبها. ما كانش يقولوا: وإحنا خدنا منها إيه، دي بلد بنت كذا وبنت كذا وبنت كذا، هي عملت لنا إيه. سيدنا بلال كان عبدا رقيقا في مكة وكان يحن إلى وطنه ويشتاق إليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك يا بلال؟ فقال سيدنا بلال: ألا هل أبيتن ليلة بمجنة وحولي إذخر وجليل؟ يا سلام، لو أبت ليلة في بيتنا، لو أبت ليلة في بلدنا، لو أرجع وأقعد ساعات في البلد، في الوطن اللي أنا عشت وتربيت فيه. طب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: طرب القوم إلى بلادهم. طب يا أخوان، أنا دي حاجة فطرة فطرها الله في قلوب الأسوياء والعقلاء والصالحين، بل والبشر أجمعين فطرة، حب الوطن فطرة. قال صلى الله عليه وسلم: طرب القوم إلى بلادهم لما رأى فيهم هذه الحالة. اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، يعني زي ما حببت إلينا الوطن الأول مكة، فحبب إلينا المدينة حتى نستطيع أن نتعايش مع هذه البيئة الجديدة ومع هذه الأجواء، وألا يحرق الشوق إلى الأوطان قلوبنا.
ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طرب القوم إلى بلادهم، اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. ولما كان يرد إليهم واحد من مكة إلى المدينة كانوا يتلقفونه ويتلقونه ويسألونه عن مكة، حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض من أتى من مكة قال له، وكان اسمه أصيل: كيف تركت مكة يا أصيل؟ مكة عاملة إيه؟ بلدنا عاملة إيه؟ وطننا عامل إيه؟ ده حبيبنا صلى الله عليه وسلم هو بيعلمنا ويربينا ويتحدث بقلبه وبكل كيانه وبكل ما فيه من شوق. يا أصيل كيف تركت مكة؟ فإذا بأصيل يستطرد في وصف محاسن مكة، كيف آتت ثمرها وكيف يخضر شجرها وكيف هي جبالها. فقال صلى الله عليه وسلم لأصيل وقد علا البكاء من بعض الصحابة السامعين لوصف أصيل لمكة وهي بلدهم ووطنهم، قال له: يا أصيل حسبك، دع القلوب تقر. يعني كفاية كده، ما تحركش الأشواق، ما تلعبش في قلوب الناس. الناس تحن إلى أوطانهم وتشتاق إلى أوطانهم وتحب وطنهم، يا أصيل دع القلوب تقر، خلي القلوب قاعدة في مكانها يا أخي، كفاية كده، الناس مش قادرة تستحمل. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة الأوطان، كيف نحب أوطاننا، وكيف أن محبة الوطن من الإيمان، وأن الإنسان الحر صاحب الفطرة السوية لا يبتغي بدلا بوطنه ولا يبيع وطنه بكل أملاك هذه الدنيا وبكل ما في هذه الدنيا. أين هذا الفهم؟ فهم الصحابة والتابعين للوطن وللدين وللأمة وللبلاد وللأوطان الذي فهموه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين قوم خرجوا على الأوطان وخانوا الأوطان وارتموا في أحضان أعداء الأوطان وظنوا بذلك أنهم يستنقذون الأوطان من الضلال ومن الزيغ، من الضلال ومن الزيغ ومن الجور. بما يستنقذون هذه الأوطان؟ بقتل شبابها، بما بهدم مؤسساتها، بما بمناوئة جيشها، بما بتكفير جيش أوطانهم، بما بالكيد والارتماء في أحضان العدو يكيدنا لبلادهم. ورائدهم قولهم إن هذا الوطن ما هو إلا حفنة من تراب، حفنة من تراب، حسبنا الله ونعم الوكيل. كان العربي الأصيل القديم في الجاهلية إذا أراد السفر يأخذ معه بعضا من تراب وطنه وبيته وموطنه، ويأخذ معه على راحلته، حتى إذا اشتاق إلى وطنه أخرج هذه الكومة من التراب وأخذ يشتم منها رائحة الوطن. تراب بلدي، ذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرقي بعض الصحابة الذي مرض أخذ بإصبعه الشريف من ريقه ووضعه على بعض التراب وقال: ريقة بعضنا بتراب بلدنا، بتراب بلدنا يشفي مريضنا، بتراب إيه؟ بلدنا يشفي مريضنا. هذه سنة وديانة وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نختم بنصيحة لكل الناس: حب الوطن أبدا لا يتنافى بحال مع الأحوال مع حب الدين وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد الفصل بين الوطن والدين فهذا امرؤ زائغ
عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا بلادنا، وأن يحفظ علينا أوطاننا، وأن يجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه وأحبابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.